قبل ما نبدأ الفيلم صلوا على النبي. الفيلم بيبدأ بطفل عنده 8 سنين اسمه تشارلي، وكان مع مامته في زيارة الجاموسة لسه والدة، وبيقضي اغلب الوقت مع مامته لان بابا طيار وبيكون بعيد عنهم بحكم شغله. وتاني يوم العيلة بتتجمع عشان الكريسماس، لكن تشارلي بيكون حزين لان بابا مش موجود. وبالليل قبل ما ينام سمع صوت عربية بابا، فخده بالحضن وسأله عن هدية الكريسماس، فبيتفاجئ انه جايب له طيارة لعبة، لكن ما عجبتش تشارلي عشان كان عايز عجلة. قال له انا عمري ما هزعلك، سيب الطياره هنا والمره الجايه وانا جاي من السفر هجيب لك اجمل عجله. وبتعدي الايام وابوه بيسافر لشغله تاني، وتشارلي بيروح مدرسته وبيقعد مع زميلته مرسيدس، وكانت جايبه معاها فار عشان تعمل مقلب في زمايلها، لكن المدرس مسكه وقال لها ايه ده يا مرسيدس، امال لو كنت تويوتا كنت هتعملي فينا ايه. بس لما رجع البيت اتفاجئ ان مامته بتعيط وحواليها ناس غريبه، وجده قال له تعالى معايا عشان عايزك، وقال له للاسف باباك عمل حادثه وتوفى. لكن تشارلي يا عيني مش مستوعب اللي حصل، وقال له انا عايز اعمل واجب المدرسه، وفعلا سابهم بيعيطوا بره وقعد يكتب الواجب. وبعد كام يوم بيجي واحد اسمه اجزافير زميل باباه، وبيعزم ام تشارلي وبيديها مستلزمات جوزها اللي كانت في الشغل. وتشارلي لما دخل ينام بيلاحظ ان الطيارة وقعت على الارض، ولان بابا وحشه خدها في حضنه وهو نايم، لكن لما بيصحى مش بيلاقيها جنبه، وبيتفاجئ انها طلعت فوق الدولاب لوحدها. ولما سأل مامته عليها قالت له انا ما جيتش جنبها، فبياخد الطيارة وبيجري على صاحبته مرسيدس، وبيلاقيها بتدفن العروسة بتاعتها، وقالت له انا بدفن اي حاجة بحبها وبتمنى اي امنية، ولو الحاجة اللي دفنتها اختفت الامنية تتحقق. قال لها خد الكبير، الطيارة اللي معاها بتطير لوحدها. قالت بطل هبل، فحاول يثبت لها كلامه وحطها على الارض عشان تطير، لكن ما طارتش وشكله بقى وحش قدامها. وتاني يوم خدها معاه وهو رايح المدرسه، لكن زمايله خدوها منه وفضلوا يناولوها لبعض، وهو يا عيني خايف وما بيتكلمش، لكن بعد شويه بتتحرك بهدوء لحد ما بتوصل له، فبيرجع البيت وهو فرحان ومش مصدق اللي حصل، وفضل يتكلم معاها في الاوضه، وقال لها لو انت بتطير فعلا اثبتي لي كده. فبتطلع من الشباك وبتفضل طايره في السماء وبيجري وراها وهو مش مصدق نفسه. ومرسيدس بتشوف اللي حصل وبتقتنع بكلامه، وحكى لمامته اللي حصل، قالت له انا عارفه ان صدمه وفاه باباك لسه مأثره عليك. في الوقت ده بتكون الشغاله بتنظف البيت، وبيبعت الطياره تزق جردل الميه، ولما لقت الجردل اتنقل من مكانه افتكرت ان البيت مسكون وبيموت ضحك عليها، لكن بياخد السلم وبيطلع على السطح عشان يطير بالطياره، والشغاله بتشوفه وبتتصل بمامته تقول لها، فبتيجي على ملا وشها وبتطلع تلحقه وبتتسحب بهدوء وبتمسكه في اخر لحظة، وحاولت تقنعه ان دي مجرد لعب. قال لها انا متأكد انها بتطير، فتعصبت عليه وقالت له مش هتشوفها تاني، وحطتها في الاوضة وقفلت عليها بالمفتاح. لكن بعد شوية بيسمعوا صوت ازاز بيتكسر في الاوضة، وفجأة بتلاقي الطيارة داخلة عليها وبتكسر كل حاجة في البيت، فبتقتنع بكلام ابنها بس بتخاف عليه لا تأذيه، وبتتصل على اجزافير عشان يتصرف في المشكلة دي، فبيجي وبياخد الطيارة بهدوء وهو نايم، وقال لها خدها المختبر افحصها واعرف جواها ايه. وتشارلي لما بيصحى بينزل لمامته وبيقول لها فين الطياره، مامته قالت له اجزافير خدها المختبر يفحصها وهيجيبها تاني، فبيهرب من البيت وبيروح لمرسيدس عشان ياخد العجله بتاعتها ويروح المختبر، لكن قالت له مش هسيبك لوحدك، وراحت معاه. المشكله لما بيوصلوا بيلاقوا جند حراسه على البوابه، مرسيدس قالت له انا عندي فكره حلوه، وقعدت جنب العجله وطلبت المساعده من الجندي، فبيستغل الموقف وبيدخل. في نفس الوقت اجزافير بيلاقي ان الطياره مفيش محرك جواها وحاول انه يكسرها لكن ما قدرش، وبيفهم انها مصنوعه من ماده غريبه الشكل. وتشارلي مستني اللحظه المناسبه عشان يسرقها، وبيخليه بيتكلم في التليفون وبيدخل يسرقها ويهرب. اجزافير بيشوفه وبيشغل جهاز الانذار، والحراس بيحاولوا يمسكوه لكن بيهرب منهم على السطح، وبتجيله فكره غريبه، بيربط نفسه بالطياره عشان يطير بيها، وبيلاقي اجزافير جاي هو ورجالته، فبيرمي نفسه وبيطير. وبيفضل طاير لحد ما بينزل في الغابه، وبتمشي وراه طياره هليكوبتر وبتحدد موقعه. في الناحيه الثانيه مامته بتوصل للمختبر بتلاقي مرسيدس، بس ما فهمتش منها حاجه، فبيجي اجزافير وبيقول لها ابنك ده شكله ساحر، انا شفته بعيني وهو بيطير بالطياره، وخدهم بالعربيه واتجه للموقع اللي نزل فيه، وقال لهم خليكوا هنا انا هجيبه وهاجي. واول ما بيشوفه بيجري وراه وبيحاول يمسكه، لكن تشارلي بيسيب الطياره وبيجري، ولما بيمسكها بيلاقيها عايزه تطير،
فبيمسكها بكل قوته لكن بتكون اقوى منه وبتجرح ايده وبيفضل يدور عليها فبتيجي من وراه وبتخبطه في دماغه فبيغمى عليه ومامة تشارلي بتلاقيه مغمى عليه فبتحاول تفوقه وتاني يوم بيبلغوا باختفاء تشارلي واجزافير بيتصفر رقبته وبيقرر ينتقم من الطيارة ومامة تشارلي حاولت تعرف جوزها جايب الطيارة دي منين فبتلاقي جوزها متصور مع جسم غريب في صحراء مصر وبيدعي انه نازل من الفضاء فبتفهم انه صنع الطيارة من الجسم ده في الناحية التانية تشارلي بيفضل ماشي لحد ما بيقابل برج عالي فبيطلع فوق عشان يطير بالطيارة لكن بيحس بدوخة وبيقع وبيغمى عليه بس الطيارة بتتصرف وبتروح لمامته عشان تدلها على طريق ابنها وفعلا بتفضل ماشية وراها لحد ما بتوصل للبرج واول ما بتطلع بتتفاجئ بابنها مرمي على الارض فبتاخده وبتركبه العربية في الوقت ده اجزافير بيوصل وبيجيب معاه حبل عشان يكتف الطيارة وبيطلع فوق البرج وبيحاول يربطها بهدوء عشان ما تهربش لكن بتطير منه وبيحاول يشد الحبل لكن بتكون اقوى منه وبتنزل لمامة تشارلي عشان تفك الحبل من عليها فبتفك الحبل وبتاخدها وبتمشي لكن تشارلي بيطاردها وبيتشعلق في العربية فبتزود السرعة وبتقلبه وبتتجه لشالة على البحر عشان تبقى في امان ومحدش يقدر يوصل لها وبتكون مرسيدس معاهم وبيفضل يلعب معاها بالطيارة طول اليوم وبالليل قبل ما ينام قال لمامته الطيارة شكلها باظت وما بقتش تطير زي الاول وبابا وحشني قوي ونفسي اشوفه قالت له فكر فيه قبل ما تنام وممكن تشوفه في الحلم لكن مرسيدس قالت له اعمل زيي وادفن الطيارة واتمنى انك تشوف باباك وفعلا خد الطيارة وطلع بهدوء عشان يدفنها واتمنى انه يشوف باباه لانه وحشه جدا وبعدين بيقف فترة مستني الامنية تتحقق لكن بيمل من الوقفة وبيحفر عشان يطلعها بيلاقيها اختفت وفجأة بيجي باباه وبيحضنه وهنا المخرج بيقولك ان مش الافلام الهند لوحدها اللي هتبهرك وقال له انت بقيت راجل البيت وواثق انك هتخلي بالك من مامتك وما تنساش تقول لها ان بحبها جدا وتشارلي يا عيني بيسمعه وهو بيعيط فقال له مش همشي غير لما توريني ضحكتك الجميلة وبعدين بيتحول لشهاب وبيطير في السما لحد ما بيختفي والصبح بيصحي مامته عشان يرجعوا البيت وحكى لمامته اللي حصل وقال لها بابا بيقولك انه بيحبك جدا فبتاخده على قد عقله وبتضحك له اشوفكوا الفيلم الجاي.